الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسماء يسجدان والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسماء يسجدان والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله أكبر بسم الله الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه you
إن المتقين في جنات ونهر في مقام صدق عند مليك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن في القسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
ذات الأكمال والحب طلاب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو الرفق والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان